مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتباين آراء المواطنين بشأن أسعار الأضاحي، ويجمع الفلاحون على مسألة غلاء أسعار العلف. حكومة يوسف الشاهد تتسلم مهامها غداً رسمياً، واختلاف مواقف عدد من الأحزاب بشأنها. الطائرات الحربية والمدفعية التركية تقصف أهدافاً شمال سوريا، ودمستورا يحث الأطراف المتنازعة على تسريع تسليم معونات الإغاثة لحلب. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. نبدأ النشرة بموضوع يشغل بال العديد من الأسر التونسية هذه الأيام، فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتباين آراء المواطنين بشأن أسعار الأضاحي، فيما يجمع الفلاحون على مسألة غلاء أسعار العلف. المزيد في التقرير التالي. بين من اكتفى بالمشاهدة وآخر اقتنى أضحيته، اختلفت مواقف قاصدي سوق الدواب بجابس، سوق بدأت تشهد حركية مع اقتراب عيد الأضحى، حركية تزامنت مع شكاوى من غلاء أسعار الخرفان. سوم علوش السوم هذه أنا قال جيتها غالي ياسر. بين قداش وقداش؟ الأسوام من 600 وأنت ماشي. وعلوش صغير ما يساعدش للعيلة، العيلة كبيرة. تاخذ فيه شهرية بتاع 350 و 400 و 450، مش يجيب العلوش مش يبيع موبيلاته ويرى نذهب بمرته باش يوصل ياخذ علوش. رمضان عيد صغير وصيف ومهرجانات، فما ناس تمشي وفما ناس تمشي تصيف وتمشي تصرف فلوس، وجيت هوك دخول قراية وجيت تلقى علوش ب 650 و 700 دينار ياسر شترو. وعلى عكس ولاية جابس، فإن أسعار الخرفان بولاية القسرين كانت في المتناول. نلقى الأسعار في المتناول بالمقارنة مع الأول، كل قدير وقدر، وينجم اللي عنده ينجم يعدي من 200 حتى 300 نجم يعدي، وحتى بالأكثر ينجم يعيد ولبيس. سويم خيسة فلاح محابس، معناه ما عندوش أكل شيء اللي بيش يقاوم به الساعة بتاعه، ولا يبيع فيه معناه بيخدف. ورغم اختلاف الأسعار بين ولاية وأخرى، فإن شكاوى الفلاحين كانت نفسها، غلاء في أسعار الأعلاف وتوسع في الاحتكار، ما يهدد تربية الماشية بعدة مناطق. علوش مش غالي حاليا، وحتى كان ثم شوي غلاء راهو العلف غالي والشعير غالي والقرط غالي، تنقص في المواد مثل العلف تو ينقص علوش. القرط خذينا ب 19 دينار، شكرت انه خلته ب 25 ناخذ فيها من عند اللي قاعدين يبيعوا لبرا، والعلوش يقعد مربي، يعني يقعد مربي 8 شهور. نطلب تدخل من الدوله ان دعمنا في الجسم في العلفه، الشعير ناخذ فيه مارشي نوار، السداري ما جيناش معناها بعد 6-7 شهور. انت عايش معاش خدمين كل سبت 150-160، كل اسبوع نهز فيها علوش قبله لولاد بيا ولسيدي بوزيد والبلاد كل الحسينيات حتى الشرار البر كل سنه عابسه الدنيا كل عابسه. وبين تباين أسعار الخرفان وارتفاع أسعار الأعلاف، أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري توفر أعداد كبيرة من الخرفان وانخفاضا مرتقبا للأسعار. وفي سياق متصل بقطاع الأضاحي والصعوبات التي يواجهها الفلاحون ومربو الخرفان، هذه صورة لأحدهم ممن يعاني إشكاليات قد تحول دون المضي قدما في مهنته، إلا أن إصراره على النهوض بالقطاع كان دافعا لنجاحه في هذا المجال. لنتابع. يمتهن لسعى تربية الخرفان منذ حوالي 17 عاما ويكرس لها الجهد والمال، لكن هذا العمل لا يخلو من صعوبات. تربي فيها 8-9 شهور وبعد جينا سلام البرة تقلقنا، وتعب وتعب الفلاح، والعلفة مثلا كانت بسوم ولا تبسوم فهمني، كانت حتى الكيلو شعير ب 300 مثلا ولا ب 420 430 فهمني ولا، والعلفة المركبة زادة غالية ب 630 فهمني ولا، العلوش ولا يتكلف. الأسعد يحرص أشد الحرص على أن يكون قطيعه بصحة جيدة وأن يؤمنه من الأمراض والعدوى. طبيين ومرجلين وملقحين، وجينا وزارة الفلاحة مثلا للطب يلقحونا وكل شيء، الأسعار باهية الحمد لله، 10 ألف نبيعوا فيه السلعة.
هيك اي وجويد يبيعوا فيه حتى بحداش مش غالي. جويد ياخذوا جويد 40 كيلو و 38 كيلو مش غالي حتى اقل الحمد لله. والسلعه مثلا الخشينه ما ياخذوهاش يحبوهاش بالميزان الاكثريه ياخذوها ب 10 الحمد لله. التهريب أبار اللي هو يضر بينا احنا شخص معناها مباشر في السلع نتاعنا وكل شيء يجيب لنا الامراض. الامراض هذه تزيد تضر بينا اكثر واكثر فهمتني. دونك الاولويات في وزاره الفلاحه هي الضغط على التهريب. عيد الاضحى المبارك يمثل فرصه للسعد لجني ثمار تعبي وتضحياتي سنه كامله، تضحيات قد تغيب عن ذهن المواطن. في الشأن السياسي اختلفت مواقف عدد من الأحزاب وتباينت حول حكومة يوسف الشاهد التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب. ففي الوقت الذي تؤكد فيه بعض الأطراف السياسية أن تونس ماضية في الطريق الصحيح على درب الوحدة الوطنية والتوافق، يحذر آخرون من خطورة الانزلاق إلى نظام رئاسوي. في التقرير التالي رصد لمواقف عدد من الأحزاب. بعد نيل حكومة يوسف الشاهد ثقة مجلس نواب الشعب بتصويت 167 نائبا عليها وأدائها اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وذلك عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور، اختلفت بعض مواقف الأحزاب وتباينت حول هذه الحكومة. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وعقب اجتماع مكتبه حذر من خطورة الانزلاق إلى نظام رئاسوي، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الارتقاء إلى مقام رئيس حكومة كامل الصلاحيات الدستورية يضبط السياسة العامة للدولة ومسؤول أمام مجلس نواب الشعب الذي منحه الثقة. وأكد حزب التكتل أنه سجل جميع التعهدات المقدمة من طرف رئيس الحكومة الجديد وسيتابع إنجازها بكل جدية ومسؤولية. حركة النهضة وعبر رئيسها راشد الغنوشي أشارت إلى أن تونس ماضية في الطريق الصحيح وعلى درب الوحدة الوطنية والتوافق، وهو نهج سلكته البلاد بثبات منذ سنة 2013 و2000، وأثمر دستورا جديدا وتوافقا وطنيا، كما أثمر حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن تونس لا ينقصها اليوم سوى الجهد والعمل، وأن سفينة تونس تسع الجميع وسترسو بهم في بر النماء والتقدم. ومن بين المواقف الناقدة لتشكيلة حكومة يوسف الشاهد الحزب الدستوري الحر الذي اعتبر أن هذه الحكومة لم ترتقي إلى مستوى وصفها بحكومة وحدة وطنية باعتبارها لم تخلو من محاصصة حزبية وترضيات استوجبت الترفيع في عدد أعضائها، معبرا عن تخوف الحزب من العودة إلى مربع العنف والخطاب الديني المتشدد بالنظر إلى تصريحات وزير الشؤون الدينية الجديد الداعية إلى الإسلام السياسي والرافضة للدولة الوطنية وفق نص البيان الصادر عن الحزب. من جهته قال حزب الوحدة إن تونس ليست بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية بقدر حاجتها إلى سياسات وطنية وسيادية لا مجرد عناوين للاستهلاك، مضيفا أن البلاد في حاجة إلى إحداث مؤسسات وطنية ترسم السياسات الكبرى للبلاد وتحافظ على استقلالية القرار وسيادة الخيار الوطني. هذا ومن المنتظر أن ينتظم غدا موكب رسمي لتسليم وتسلم المهام لرئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية بدار الضيافة بقرطاج، ولتكون بذلك حكومة يوسف الشاهد الحكومة الثامنة ما بعد الرابع من جانفي لسنة 2011. في المجال الصحي وبعد تسجيل حالات إصابة بالحمى التيفية في مدينة غنوش، أكدت مصادر طبية أن الوضع أصبح مستقرا ولم تسجل إصابات جديدة. استقرار الوضع الصحي في المنطقة يأتي في وقت اتخذت فيه السلطة المحلية جملة من الإجراءات للقضاء على هذا الوباء بعد تحديد مصدره. تواصل مصلحة الرعاية الصحية الأساسية بجبس متابعتها للوضع الوبائي للحمى التيفية بغنوش، وضع تؤكد هذه المصلحة أنه مستقر بعد أن تمت معرفة أسباب هذا الوباء واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجته. المياه المحلات هذيك معناتها ثبت أن الجرثومة هذه موجودة وهي السبب في انتشار المرض هذايا في منطقة غنوش. من جملة الإجراءات هذه هي غلق نقاط البيع القارة والمتنقلة في منطقة غنوش، وفما نقاط أخرى على غرار فما نسبة متاع معناتها منازل ما هيش مرتبطة بشبكة التطهير، فما مشروع معناتها يقدر التكلفة متاعها
بأكثر من 4 مليارات باش يقع معناتها ربط المنازل هذه بال 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 بالقنوات دفع المياه. معالجة الوضع البيئي بشكل ناجع والنهوض بالقطاع الصحي من المسائل التي يؤكد عليها الجميع في غنوش وفي مقدمتهم المواطن الذي لا يخفي انتقاده للقطاع الصحي. النقص ياس ونقص استعجالي والباش ياخذ الدواء باش القانون نتاعها ياخذ 10 ياخذ في 5 والناس تبقى من 9 الصباح لتو نص النهار باش تعدي. وحنا عندنا مضار ياسر، احنا عندنا تلوث هوائي وعندنا تلوث تحت الارض زاد، كنا احنا عايشين في التلوث احنا تو. ما ينجز حاليا طيب، ولكنها علاجات موضعيه لا تذهب الى السبب الكبير اللي تعاني منه غنوش. اعتقادنا واقتراحنا ان معالجة الوضع البيئي والصحي في غنوش يقتضي برنامج وظيفي، برنامج معناها مديري شامل يتجاوز الإمكانيات المحلية ويتجاوز الإمكانيات الجهوية. هذا يكون برنامج مديري وطني للقضاء على كل هذه الظواهر السلبية في مستوى البيئة. مدينة غنوش عينة من مناطق عديدة بولاية جابس يستوجب وضعها البيئي عناية خاصة. أخبارنا العربية والدولية نبدأها من الجوار الليبي، حيث أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الليبية أن قوات عملية البنيان المرصوص تواصل تقدمها في مدينة سرت من مختلف محاور القتال لدحر عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي الذي سيطر على المدينة في بداية العام الحالي وباتت المعقل الرئيسي لهذا التنظيم الإرهابي. كما أكد المصدر نفسه احتدام المعارك بين القوات الليبية وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي تحت غطاء جوي تؤمنه المقاتلات الأمريكية في سرت، ما ساهم في تحقيق تقدم جديد في أحد الأحياء السكنية الذي يسيطر عليه التنظيم. وفي سوريا تتصاعد وتيرة الصراع على الحدود مع تركيا، ففي آخر تطور ميداني قتل ما لا يقل عن 20 مدنياً حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال قصف جوي مدفعي شمال سوريا. يأتي هذا التطور وسط دعوات أممية لتسريع تسليم معونات الإغاثة في حلب. أعلنت مصادر أمنية أن الطائرات الحربية والمدفعية التركية قصفت أهدافاً تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في قرية جبل كوسا شمال سوريا صباح اليوم، في الوقت الذي تمضي فيه تركيا قدماً في حملتها عبر الحدود التي بدأتها الأسبوع الماضي مع حلفائها من مقاتلي المعارضة السوريين. ولم يرد تعليق فوري من وحدات حماية الشعب الكردية، إلا أن قوات متحالفة معها قالت أمس إنه لم تكن هناك أي جماعات كردية في المناطق التي استهدفتها القوات التركية أو حلفائها، فيما تؤكد تركيا في المقابل أن حملتها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي تهدف إلى منع القوات الكردية من توسيع الأراضي التي تسيطر عليها والامتداد على حدودها. في الأثناء أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الجوي والمدفعية التركي أسفر عن مقتل 20 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات منهم بجروح، بينما أشارت مصادر مقربة من فصائل إلى سوريا معارضة تقاتل بدعم تركي أشارت إلى مقتل 10 مدنيين استخدمتهم العناصر الكردية دروعا بشرية جنوب جرابولس خلال القصف. وتوازيا مع هذه التطورات، دعا ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، دعا جميع الأطراف المتحاربة إلى الموافقة بحلول اليوم على إعطاء ضوء أخضر لتسليم إمدادات الإغاثة إلى مدينة حلب المقسمة، مشددا على ضرورة وقف التصعيد العسكري في المناطق المتاخمة أو الواقع حول المنطقة التي يشملها وقف القتال. وتسعى الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية أسبوعية مدتها 48 ساعة لتسليم الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للسكان في شرق حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأيضا السكان في القطاع الخاضع لسيطرة الحكومة بغرب المدينة. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد انتهاء العمليات العسكرية في جزيرة الخالدية التابعة لمحافظة الأنبار غرب البلاد بعد تحريرها بالكامل من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي، مؤكدا مقتل أعداد كبيرة من عناصر التنظيم خلال المعارك. وفي تطور آخر، نفذت طائرات التحالف الدولي نحو 10 غارات على مواقع التنظيم الإرهابي بالقرب من الفلوجة والموصل والقيارة والرمادي وتل عفر، غارات أسفرت عن تدمير عدد من الوحدات والمواقع القتالية التابعة لمسلح التنظيم.
وفي اليمن قتل 23 من عناصر الحوثي والرئيس علي عبد الله صالح، وأصيب عدد آخر جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقع وتجمعات شمال البلاد. وتأتي هذه الغارات عقب مقتل أحد كبار الضباط المنتمين إلى التحالف العربي. في أخبار الرياضة، حظيت تونس بشرف تنظيم مونديال 2017 لكرة القدم المصغرة، وتم اختيار تونس لتنظيم هذه التظاهرة بالإجماع، وذلك بحصولها على 12 صوتاً أمام منافستها سنغافورة خلال اجتماع الاتحاد الدولي للعبة في المجر لاختيار البلد المنظم للمونديال. وفي كرة القدم العالمية، تغلب فاينورد على إكسلسيور في البطولة الهولندية، فيما حقق بنفيكا فوزا مهما خارج ميدانه في الجولة الثالثة من البطولة البرتغالية. للجولة الرابعة تواليا يحقق فاينورد روتردام العلامة الكاملة، رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الدرجة الأولى الهولندية مؤقتا في انتظار المواجهة التي تدور حاليا بين بي اس في آينهوفن وضيف غرونينغان. فوز فاينورد هذه المرة كان من خلال رباعية مقابل هدف أمام ضيف إكسلسيور بافتتاح منافسات الجولة الرابعة، حيث حملت الأهداف الأربعة توقيع كل من ديرك كاوت في الدقيقتين 45 و59 وستيفن بيرجيوس في الدقيقة 61 ويان ستورنسترا في الدقيقة 65، في حين أحرز ستانلي هدف إكسلسيور الوحيد في الدقيقة 26. وإلى الدرجة الأولى البرتغالية في جولتها الثالثة، حيث حقق بنفيكا فوزا مهما خارج ميدانه بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفي ناسيونال ماديرا، يرفع رصيده إلى 7 نقاط وبفارق الأهداف أمام سبورتينغ براغا، في حين يستمر فشل ناسيونال ماديرا في إحراز أي نقطة إلى حد الآن ليكتفي بالمركز 16. في أخبار الثقافة، وفي تظاهرة راوحت بين الشعر والفن والتعبير الجسماني، نظمت المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمتحف الأثري بسوسة، نظمت عرضا فنيا شعريا تحت عنوان سوسة جوهر الشعر، لقاء أثثه شعراء من تونس ومصر. غفوت قليلا قليلا وفتحت عيني على صوتها يردد، لأن اللغة هي العنوان العريض لحرية الشاعرية، ولأن الكلمات تزداد إيقاعاً كلما عانقت الموسيقى، تكون النتيجة هذه اللوحات الفنية وهذه المزاوجة بين أحرف قصيد تحل بأبهى الأنغام والإيقاعات. حينما تلتحم القصيدة بالموسيقى، بالأداء التمثيلي، بالفن التشكيلي، بالتراث الشعبي وما بين، كل شيء مريح للنفس كما قلت. المشاهد كلها مواكبة للنصوص متاعنا، يعني اشتغلنا كثيرا على هذه الرقصات وعلى النصوص. القصيدة أيضا تلبسها موسيقى ممتازة فتطلع تضرب وتطلع أغنية كبيرة أو تعمل أمبيونس كبير وتعمل، وتعرف أن اللغة الموسيقى يعني هي من اللغات الأكثر انتشارا في العالم. الموسيقى حلة القصيدية، وللقصيد معان تكون أجمل عندما تتغنى بوطن سكن هاجس الشاعر ووجدانه. أخبارنا المتفرقة تحملنا إلى لندن، حيث طور باحثون في جامعة كوليدج لندن برنامج كمبيوتر لتقليد خط اليد، وابتكر الباحثون خوارزمية قادرة على فحص سمات عينة من نص مكتوب بخط اليد، ومن ثم تقليد الأسلوب نفسه في كتابة نص آخر، وأطلقوا على نظامهم الجديد اسم نصي بخط يدك. كما تمت تجربة هذا البرنامج الذكي على نصوص مكتوبة بخط يد شخصيات تاريخية مشهورة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتباين آراء المواطنين بشأن أسعار الأضاحي، ويجمع الفلاحون على مسألة غلاء أسعار العلف. حكومة يوسف الشاهد تتسلم مهامها غدا رسميا، واختلاف مواقف عدد من الأحزاب بشأنها.
الطائرة الحربية والمدفعية التركية تقصف أهدافا شمال سوريا، ودمستورا يحث الأطراف المتنازعة على تسريع تسليم معونات الإغاثة لحلب. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.